النقاط ولا هذا النقاط المراقبة نجسدوها في التفتيش الجسدي. أنت مساعد ريح ساعد و 24 واصل واصل تومي واصل الأمن. ما دام البلاد راهي في الامان بالامن كسر احنا قامت مصالح أمن ولاية سعيدة بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسعيدة بتصدير مخطط أمني شامل مس كامل قطاع اختصاص ولاية سعيدة، بحيث تم تنظيم عملية مداهمة مشتركة مست مختلف النقاط السوداء المعروفة ببؤر الإجرام، بالإضافة إلى تنقيط الأشخاص المشبوهين. كذلك تم تدعيم الفرق العاملة على مستوى المحاور والشوارع الكبرى لمدينة سعيدة، تم من خلالها ضمان الإنسيابية المرورية. جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لتأمين لتحقيق الأمن الشامل، حيث قمنا بتسخير كامل كافة الموارد البشرية والإمكانيات المادية والبشرية لهذه المناسبة لتأمين مختلف الأحياء وشوارع المدينة. برمجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسعيدة وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بولاية سعيدة مداهمة وسعة النطاق بالولاية مست الأحياء التي بها الإجرام والأماكن المشبوهة، وكذا انتشار الوسع للأفراد والأماكن التي تعرف حركية كبيرة للمواطنين والأماكن الترفيه.